السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في شرح وحل تدريبات يونت 5 الوحدة الخامسة الدرس الأول من كتاب بيت باي بيت 5 ابتدائي ترم أول 2025. Let's get started. يونت 5 وحدتنا الخامسة بعنوان Jobs We Do، الوظائف التي نعمل بها. هنبدأ من بيج 179 صفحة 179 Lesson 1 الدرس الأول Jobs in Ancient Egypt، وظائف في مصر القديمة. نقرأ مع بعض الفوكابيولاري المفردات: تماثيل Sculptures Sculptures Sculptures. طبعا عندنا هنا T-U-R-E بنتق شر، okay. Sculptures Sculptures Sculptures. حبوب Grains Grains Grains. الكتابة الهيروغليفية اللي هي الكتابة بتاعة قدماء المصريين اسمها هيروغليفس هيروغليفس. طبعا عندنا هنا ال P وال H تدينا الفا ساوند صوت حرف ال F هيروغليفس هيروغليفس. كاتب عند الفراعنة سكرايب سكرايب سكرايب. مجوهرات جولاري جولاري جولاري. سجلات ريكوردز ريكوردز ريكوردز. فلاحين فارمرز farmers farmers. لوحات paintings paintings paintings. حرفيين craftsmen craftsmen craftsmen. بذور الكتان flax flax flax. نقرأهم مع بعض مرة أخرى: تماثيل sculptures، حبوب grains، الكتابة الهيروغليفية hieroglyphs، كاتب scribe، مجوهرات jewelry، سجلات records، فلاحين farmers، لوحات paintings، حرفيين craftsmen، بذور الكتان flags. الملكة الحاكمة female ruler female ruler female ruler. الفراعنة pharaohs pharaohs pharaohs. احنا قلنا ال P وال H بتدينا الفا ساوند صوت حرف ال F pharaohs pharaohs. دواء medicine medicine medicine. دخل مالي أو إيراد income income income. important jobs وظائف هامة: طبيب doctor doctor، صياد fisherman fisherman، خباز baker baker، تاجر trader trader، حرفيين crafts people crafts people. other words كلمات أخرى رموز أو علامات science، هنا الجيم سايلنت مش بنطقها بكتبها ما بنطقهاش. رموز او علامات ساينس ساينس. محاصيل كروبس كروبس. صندل ساندلز ساندلز. صفوف روز روز. اعمده كولومز كولومز الان سايلنت كولومز. ايضا as well as well. قمح ويت الاتش سايلنت ويت قمح ويت. مصر القديمة Ancient Egypt Ancient Egypt Ancient Egypt. سلة باسكت باسكت. ملكة كوين كوين. معبد تمبل تمبل. مدرسة أو كلية لتعليم الطب Medical School Medical School. بيج 180 صفحة 180 في Adjectives الصفات: ناجح Successful Successful Successful. زاهي أو كثير الألوان colorful colorful colorful. غالي الثمن expensive expensive expensive. قديم ancient ancient ancient. طبعا هنا C والI بتدينا الساوند شبه كده ancient. طبي medical medical medical. conjugation of verbs تصريف الأفعال، عندنا أفعال منتظمة وغير منتظمة، مضارع وماضي. يزرع plant زرع planted plant planted. يطهي يعني يطبخ cook طبخ cooked cook cooked. يخبز bake خبز baked bake baked. يتكون من consist of تكون من consisted of consist of consisted of. يصبح become أصبح became become became. ينمو أو يزرع grow زرع grow grow grow. ينسج wave نسج wave wave wave. يقضي وقت spend قضى وقت spent spent spent.
يعتني بيه تيك كير، يعتني بيه توك كير، تيك كير، توك كير. بعد كده عندنا بيج 181 صفحة 181، في عندنا تيب سكريبت نص استماع بعنوان Jobs in Ancient Egypt، الوظائف في مصر القديمة. مدينا السؤال في بداية القراءة بيقولك Why couldn't many people work as scribes؟ لماذا لم يتمكن العديد من الناس العمل ككتب؟ وقبل ما نقرأ نص الاستماع بيقول لك هنا عندنا دي صورة معبد الملكة حتشبسوت، ودي ملكة مصرية حكمت مصر في زمن الفراعنة. طبعا عندنا هنا ده الفترة اللي هي اتولدت وتوفيت فيها. People in ancient Egypt، الناس في مصر القديمة، worked very hard، عملوا بجد جدا. Everyone، كل واحد هاد أشوب كان لديه وظيفة. They could work، استطاعوا ان هما يعملوا. As fishermen، كصيادين سمك. Bakers، خبازين. Doctors، أطباء. And traders، وتجار. But most of people، لكن معظم الناس، worked as farmers، عملت كفلاحين. Farmers، الفلاحين. Worked in fields، كانوا بيعملوا في الحقول. Which were near their homes، اللي كانت قريبة على بيوتهم. They planted، زرع crops، محاصيل. Usually، عادة grains، الحبوب. Like wheat، مثل القمح. Corn، الذرة. And flax، والكتان. They grew، هما زرعوا. Vegetables، خضروات. And fruits too، وفاكهة أيضا. Ancient Egypt، مصر القديمة. Craftsmen، أو الحرفيين في مصر القديمة. Were very good too، كانوا جيدين جدا أيضا. They made beautiful paintings، هم قاموا بعمل لوحات جميلة. And beautiful gold jewelry، ومجوهرات ذهبية جميلة. And sculptures، وكمان عملوا تماثيل منحوتة. They used to weave beautiful clothes، هم اعتادوا ان هم ينسجوا ملابس جميلة. And make colorful cooking boots، ويقوموا بعمل أواني للطبخ زاهية الألوان. Fewer people، قليل من الناس، worked as scribes، عملوا ككتبة. Scribes، الكتبة، knew، كانوا يعلموا. How to read، كيف يقرأوا. And write، ويكتبوا well، بشكل جيد. Egyptian writing، الكتابة المصرية، was not easy to learn، ما كانتش سهلة التعلم. Scribes، الكتبة، spent many years، قضوا الكثير من السنوات. Learning hieroglyphics، كانوا بيتعلموا الكتابة الهيروغليفية. طبعا الهيروغليفس، الكتابة الهيروغليفية، كانت صعبة جدا. And this was very expensive، وكان حكاية ان هما يتعلموا الكتابة الهيروغليفية كانت حاجة مكلفة جدا، فعشان كده كان عدد من الناس قليل اللي بيبقوا كتبة. Ancient Egyptian women، النساء بقى في مصر القديمة، نساء قدماء المصريين. Worked at home، كانوا بيعملنا في البيت. And could work outside، واستطعنا ان هما يعملوا بالخارج، كانوا بيشتغلوا جوه البيت وبره البيت ايضا. Women، النساء. Cooked meals، كانوا بيطبخوا الوجبات. Cleaned the house، بينظفوا، كانوا بينظفوا البيت. And took care of their children، وكانوا بيرعوا او بيعتنوا باطفالهم. Women، النساء. Could weave baskets، كانوا بيستطيعوا ان هما ينسجوا السلال. Bake bread، ويخبزوا الخبز. And make sandals، ويعملوا صنادل. And they could sell، وكانوا بيستطيعوا ان هما يبيعوا الصنادل دي. At the market as well، في السوق ايضا. They could even become fairs، يعني هما كمان يعني استطاعوا ان هما يبقوا فارس، يبقوا فرعنة. الفرعون ده اللي هو يعني حاكم مصر ايه في قديم الزمان، كان اسمه فرعون. استطاعوا ان هما يبقوا فرعنة، يعني حكام في مصر القديمة. One famous queen، واحدة من الملكات المشهورة in ancient Egypt، في مصر القديمة، was حتشبسوت، كانت حتشبسوت. Everyone، الجميع، in ancient Egypt، في مصر القديمة، knew، كان يعلم. That work، ان العمل، was important for life، مهم في من اجل الحياة، عشان تعيش لازم تشتغل، كانت حاجة مهمة طبعا، هم عارفين كده. So the ancient Egyptians، عشان كده قدماء المصريين، were very successful، كانوا ناجحين جدا. طب هنحط true or false قدام الجمل، صحيح ام خطأ. طيب everyone in ancient Egypt، كل واحد في مصر القديمة او الجميع في مصر القديمة، could become، استطاعوا ان هم يبقوا a scribe، كتبة. طبعا false، خطأ، لان ان انت تتعلم اللغة الهيروغليفية تبقى كاتب، يعني ده بيستغرق سنوات كتيرة وبيكلف فلوس كتيرة، فكان عدد قليل بس هم الكتبة، كانوا مميزين جدا يعني. طب crafts people، الحرفيين. Made beautiful things، صنعوا اشياء جميلة. True، صحيح. Women، النساء. Worked at home only، اشتغلوا في البيت فقط. لا، false، خطأ، يعني اشتغلوا جوه البيت و outside، وخارج البيت as well ايضا.
فارمرز الفلاحين could plant fruit، استطاعوا انهم يزرعوا فاكهه vegetables وخضروات and grains وحبوب. طبعا true الكلام ده صحيح. There were very few jobs، كان في عدد قليل جدا من الوظائف in ancient Egypt في مصر القديمه. لا false، كان في many jobs، كان في الكثير من الوظائف. قلبنا الصفحه page 182 صفحه 182، هنكمل الجمل باستخدام doctor طبيب، craftsman حرفي، trader تاجر، scribe كاتب، وhieroglyphs الكتابه الهيروغليفيه او اللغه الهيروغليفيه. اول واحده هم حلينها، بيقول لك السكرايب الكاتب او الكتبه هم people الناس، وذيس جوب اللي في الوظيفه دي were very important، كانوا مهمين جدا in ancient Egypt في مصر القديمه. they could write، استطاعوا ان هم يكتبوا everything down، استطاعوا ان هم يدونوا كل شيء. they kept records، هم يعني حفظوا سجلات and lists وقوائم for important things للاشياء المهمه. بعد كده بيقول لك الناس بقى اللي بيأدوا الوظيفه دي، people who did this job، الناس اللي كانوا بيأدوا الوظيفه اللي هنكتبها هنا، traveled سافروا up and down the Nile في هبوطا وصعودا في النيل، they bought and sold things، كانوا بيشتروا وبيبيعوا الاشياء like gold مثل الذهب، what الخشب، linen الكتان، and grains والحبوب. طبعا دول مين؟ ده مين؟ تعريف التاجر، تمام؟ التاجر يعني trader، هو اللي بيبيع ويشتري، تمام؟ اسمه trader. If you were good، لو انت جيد at making things في صنع الاشياء، this was a good job، دي هتبقى وظيفه جيده for you، لك. People with this job، الناس في الوظيفه دي made صنعوا things، اشياء from clay، من طمي الصلصال، wood الخشب، and gold والذهب، دول الحرفيين، تمام؟ والحرف يعني craftsman. طيب a system of writing، ده نظام للكتابة، which consists of، بيحتوي على about 500 signs، حوالي 500 رمز، written in rows، بيكتبوا في صفوف، and columns وأعمدة، people used it in ancient Egypt، والناس كانت بتستخدمهم في مصر القديمة، كانوا بيستخدموا الكتابة ديت. الكتابة دي اسمها ايه؟ hieroglyphs، الكتابة الهيروغليفية. بعد كده بيقول لك boss men، كل من الرجال and women والنساء could do this job، استطاعوا ان هم يؤدوا الوظيفه دي تو ايضا. you had to go to medical school، انت كان يجب عليك ان انت تذهب عشان تمتهن المهنه دي الى مدرسه طبيه to have this job، عشان تحصل على الوظيفه دي. you had to look after، كان يجب عليك ان انت تعتني people بالناس who were ill، اللي هم كانوا مرضى، and make medicine، وكمان تعمل لهم دواء. طبعا دي وظيفة الطبيب الدكتور، دكتور طبيب. اخر حاجة معانا النهاردة الاكتيفيتيز، الانشطة والتدريبات في بيج 183 صفحة 183. اول سؤال في الامتحان بيبقى listening، استماع، listen and choose the correct answer، استمع واختار الاجابة الصحيحة. نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الاسئلة، وهو عن النساء في مصر القديمة. Ancient Egyptian women played a very important role in ancient Egypt. They worked at home and could work outside. They cooked meals and take care of their children. Women could weave baskets and make sandals. They could sell them at the market. طيب مين اللي worked at home in ancient Egypt؟ مين اللي كانوا بيعملنا في البيت في مصر القديمة؟ طبعا دول الwomen، النساء. women، النساء cooked، طبخوا ايه؟ طبخوا meals، وجبات. women، النساء could، استطعنا، take care of their، ان هم يعتنوا بمين؟ ب their children، بأطفالهم، كانوا بيعتنوا بيرعوا أطفالهم. women، النساء could sell baskets، استطعنا ان هم يبيعوا السلال. at ايه؟ بيبيعوا السلال كان فين؟ في الماركت، at the market، في السوق. choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. help sick people، مين اللي بيساعد المرضى؟ التيتشر المدرس، الدكتور الطبيب، سكرايب كاتب، تريدر تاجر، طبعا بيساعد المرضى الدكتور الطبيب. or an a new how to read and write well، مين اللي كان بيعرف ان هو يقرا ويكتب بشكل جيد؟ ده طبعا الايه؟ السكرايب اللي هو الكاتب. كلينر عامل النظافه، تريدر تاجر، وفارمر فلاح. I saw a A who caught a big and beautiful fish، انا شفت مين؟
اللي اصطاد سمكة كبيرة وجميلة. اللي بيصطاد السمك اسمه فيشرمان، صياد السمك. شيف اللي هو كبير الطهاة أو الطباخين، كاربنتر نجار، وبيكر خباز. could buy and sell everything in ancient Egypt، اللي كان بيستطيع ان هو يشتري ويبيع كل الاشياء في مصر القديمة، ده التاجر traders. هنا التجار بقى traders، التجار استطاعوا ان هم يبيعوا، ان هم يشتروا ويبيعوا كل شيء في مصر القديمة. I want to be a، انا عايزة ابقى ايه. I like making beautiful boots from clay، انا بحب اقوم بصنع اواني من طمي الصلصال. انا عايزة ابقى ايه، حرفي، والحرفي اسمه كرافتسمان. تريدر تاجر، سكرايب كاتب، وفيشر مان صياد سمك. ار كروبس عبارة عن المحاصيل، لايك ويت زي القمح، كورن الذرة اند فلاكس والكتان، دي اسمها حبوب، وحبوب يعني grains. بينتنج لوحة، باسكت سلال، ريكورد سيلات طبعا، وجرينز يعني حبوب، تمام، عبارة عن محاصيل زي القمح والذرة والكتان. had to go to medical schools، كان يجب عليهم ان هما يذهبوا لمدارس طبية، دول الدكتورز الاطباء. craftsmen الحرفيين، beautiful paintings and jewelry، يعني عايزين نقول صنعوا لوحات جميلة ومجوهرات او حلي. طيب صنعوا يعني made. was a system، هو كان نظام of writing للكتابة. people used it، الناس استخدموه in ancient Egypt، في مصر القديمة. ايه ده بقى؟ طبعا دي الكتابة الهيروغليفية اللي هي هايروغليفس. بينتينجز لوحات، بوتس اواني، وميديسين دواء. اخر بيج 184 184 هنكمل الفقرة باستخدام work يعمل. a successful ناجح، new او نو عارفة، grow زرع، وهارد صعب. طبعا انا ما يجيلي السؤال ده في الامتحان لازم اقرا الفقرة الاول قبل ما احط اي حاجة عشان احط كل كلمة في مكانها الصحيح. اوكي. There were many jobs، كان يوجد الكثير من الوظائف in ancient Egypt، في مصر القديمة. Everyone، الجميع، that work was important for life، الجميع كان يعلم ان العمل مهم جدا من اجل الحياة. طب كان يعلم اللي هي new، ممكن برضك نقولها new، صح برضه، نقطة صحيحة. They worked very، هم عملوا بجد جدا، very hard، كانوا بيشتغلوا بجد جدا. زي could as fishermen، هما استطاعوا ان هما يعملوا كصيادين سمك، يبقى زي could work. صيادين سمك وبيكرز خبازين، دكتورز اطباء، and traders وتجار. as the ancient Egyptians، المصريين القدماء، were very، كانوا ايه بقى؟ كانوا ناجحين جدا، very successful، يبقى كلمة successful دي رقم 4. كانوا ناجحين جدا، very successful. بعد كده عندنا سؤال الترتيب. could women baskets weave، النساء استطعنا ان ينسجوا السلال، يبقى نقول women could weave baskets. طيب هنا writing Egyptian the easy wasn't، الكتابة المصرية لم تكن سهلة. the Egyptian writing wasn't easy، ما كانتش سهلة. اوكي احنا كده دي عندنا أول واحدة ودي الثانية. طيب نمبر 3. in worked ancient people Egypt hard، لقد عمل الناس بجد في مصر القديمة، يبقى نقول people worked hard in ancient Egypt، تمام، دي نمبر 3. نمبر 4 was famous، حتشبسوت a female ruler، حتشبسوت كانت حاكمة أنثى مشهورة، يعني هنقول هنكتبها هنا بقى، دي نمبر 4. اوكي هنقول حتشبسوت، حتشبسوت was a famous
فيميل، فيميل يعني أنثى، رولر حاكم. طيب بعد كده عندنا نمبر 5 brings to farming income a lot of Egypt، يعني تجلب الزراعة كثير من الدخل لمصر. farming brings a lot of income to Egypt. طيب بقى بنقول ايه؟ تجلب الزراعة كثيرا من الدخل لمصر. سؤال علامة الترقيم زي worked as fishermen، يعني بنقول هم عملوا كصيادين سمك. زي اول حرف كابيتال، وهنكتب الجملة كاملة وفي الآخر هنحط فول ستوب نقطة عشان دي جملة خبرية. Why does Mustafa like clay؟ ليه مصطفى بيحب طمي الصلصال؟ Why أول حرف كابيتال، وفي الآخر هنحط question mark علامة استفهام عشان ده سؤال. خلي بالكم معايا إن أنا بكتب في الامتحان الجملة كاملة وأحط شرط تحت اللي أنا غيرته. لو كان اسم مصطفى مش معمول أول حرف كابيتال كنا عملنا أول حرف كابيتال، عشان أسماء الأشخاص والبلاد وأيام الأسبوع وشهور السنة لازم أعمل أول حرف كابيتال. Write a text of 30 words، اكتب فقرة إنشائية من 30 كلمة عن jobs in ancient Egypt، الوظائف في مصر القديمة. وهنا بيقولك many jobs، الكثير من الوظائف، وهنا very hard، بجد جدا. تمام؟ طيب لما اجي اكتب الباراجراف بسيب مسافه في البدايه وببدا بحرف كابيتال، وما بين كل جمله وجمله بحط فول ستوب، والحرف اللي بعد الفول ستوب بحرف كابيتال. I read، هي بتتكتب read وبتتنطق read، يعني انا قرات. I read a book، انا قرات كتاب about jobs، عن الوظائف in ancient Egypt، في مصر القديمه. There were many jobs، كان يوجد الكثير من الوظائف in ancient Egypt، في مصر القديمه. Farmers، الفلاحين، worked very hard، عملوا بجد جدا in their fields، في الحقول بتاعتهم. They planted grains، زرعوا حبوب، fruits، فاكهة، and vegetables، وخضروات. There were، كان يوجد also أيضا fishermen، صيادين سمك، bakers، خبازين، doctors، أطباء، and traders، وتجار. خلصنا سيشن النهاردة، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.